السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ميلاد سمير من أكاديمية بي برو تريدر وموقع فوركس تويت. إن شاء الله أقدم لحضراتكم التحليل الأسبوعي لسوق الأسهم السعودي عقب عيد الفطر المبارك. كل عام وحضراتكم بخير، ويا رب دايما في أعياد وسعادة بإذن الله. أول حاجة هنبدأ بيها المؤشر العام. المؤشر العام مازال بيستهدف 8600، وهو رقم نهاية الدورة زاوية 360. طبعا عندنا القاع اللي هو 5327 تقريبا، مستمر في الصعود مباشرة للزاوية 360. طيب هل هيكمل اكتر من كده؟ اتوقع ده الشكل هنا شكل دائري من النمط الاول، يعني صعود مباشر من الزاوية صفر حتى الزاوية 360. وكمان هنا يعني اللي بيحصل ده، الحاجة اللي حصلت هنا ده أنا بسميه تمحور عند نص المسافة. طيب نشوف نص المسافة دي فين. لو عملنا كده 4 عشان يدينا زاوية 180، يبقى هنا الزاوية 180. طيب فوق ال 180 عندنا ال 225 ودي ال 270، يبقى أعتقد إن احنا هنعدي ال 8600، ممكن نوصل لل 9000 و9500 كمان. تمام، يبقى مازال الشارت بيقول ان المؤشر العام مازال في صعود. تمام، وكمان عندنا اخر ترند، الاخر موجة ما اتكسرش ومازال مستمر، يعني ده الترند الرئيسي كده. وطبعا داخل ترند فرعي تاني برضو ما اتكسرش. اذا حتى الان السوق السعودي بيقول لسه انا مكمل لفوق. طول ما احنا فوق مستويات 7500 بنستهدف 8500 9500 ان شاء الله. تمام، في سهم زي سهم بادجت السعودية. بادجت السعودية انا كنت محلله من فترة كبيرة، ممكن تكون سنة تقريبا، وكنا في المكان ده بالظبط. ايوه كده، كنا في مايو، فعلا مايو 2017. كنت راسم هنا نموذجين هارمونيك مع الزوايا. طبعا الاساس بالنسبه لي كان الزوايا، ان احنا عندنا من الزاويه صفر صعد 216، انا استنيت عند ال 72، هو جاب كمان ال 36 وطلع حقق التارجت مباشره، حقق 100% عند مستوى ال 39. طب حاليا دي ال 216 ردته اكتر تاني، واعتقد ان احنا ممكن نكون هنكمل القمه مره تانيه، وبعدها ننزل نجيب ال 180 ونشوف بقى ساعتها ايه اللي هيحصل. مبروك لكل الناس اللي صبرت مع التحليل واحتفظت بالسهم. سهم نماء، الراجل بيتحرك في خط مستقيم. اول زاويه ردته دي الزاويه 180، 4 يبقى زاويه 90. تمام، ادي 90 180 270 360. طيب وصلته لل 45 تصحيح ثلاثي، مباشره صعد للزاويه 270. طيب اللي حاصل هنا، او عندنا توقعين، ان تحت ال 270 نروح 180 ونرجع نكمل 360 مره تانية. لكن هنا عمل اكشن كويس جدا في اخر اسبوع قبل عيد الفطر، عمل شمعه انجلف قويه جدا. طيب يبقى مازال عندنا الاحتمالين. الاحتمال الاول ان احنا هنا خط مستقيم 180 90 360، يبقى ممكن نكون من ال 27 هنكمل الى ال 36 ال 32 50 اسف مباشره. تمام، طيب قفل تحت ال 27، يبقى نستناه عند ال 22، وبرده بنستهدف ال 32 كهدف اساسي لسهم نماء. وطبعا الاشكال القويه دي اعتقد انها ما بتكمل اكتر من الزاويه 360. سهم سوليدر تكافل، الراجل ده عليه حاجة جميلة جدا، عليه شكل دائري من القاع 1187، صعود مباشرة 270، صحح لل 90، رجع 270 مرة تانية. وعندنا حاليا كلاسيكيا ان هو اخترق او كسر الترند الصاعد اهو، وحاليا في مرحلة إعادة اختبار. طيب هل ممكن يكون كسر كاذب؟ ممكن طبعا جدا، وده اللي أنا برجحه أكتر. ولكن علشان نتأكد وندخل في الضمان وندخل وإحنا
مطمنين، هنستنى اختراق اخر ترند فرعي. يعني مبدئيا الاغلاق فوق مستويات 19 76، يعني اغلاق فوق مستويات 20 هيكون تاكيد ان شاء الله ان الكسر ده كان كسر كاذب. طيب اختراق بقى نستنى اختراق الترند، ويكون باذن الله هدفنا هيكون بالشكل ده لزاويه 360، ووقف خسارتنا اخر قاعه اللي هيتم هنا. طب ما حصلش يبقى ممكن يحصل كده، يروح للترند ويرجع يكمل تاني، ونفضل كده لحد مستويات ال 15 50 مره تانية اللي هي الزاويه 90، ودي اخر منطقه طلب صعد منها السعر وكسر اخر قمه. يبقى ممكن لو رجع لها تاني هتكون فرصه دخول بهدف بنفس الهدف ال 360. تمام، دي من يعني من احلى الاشكال الشكل الدائري اللي في الزاويه السعريه. سهم العقاريه هنا 8، يعني الزاويه 45. تمام، ادي 45، ادي 90، ادي 180، ادي 270، ادي الشكل الدائري برضو، ونزل لل 90 والصعود مباشره لل 360. يعني احنا بنتكلم من هنا كده. طيب انا وصيت شراء بالظبط عند ال 21 والحمد لله حققت 55%. حاليا ممكن نشوف قوة هنا طالع نازل في مستويات ال 360، ولكن لو نزل لل 180 ممكن ينزل لحد ال 180. يعني احنا برضو بنتكلم اختراق الاول، بنستنى اختراق مستويات ال 34 والكسر عشان نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. لكن اي حد محتفظ بالسهم يعني يفضل جني الارباح في الاسعار الحاليه، والسهم عمل صعود قوي جدا، وممكن تكون برضو ان احنا نعمل دوره تانية. فاللي حابب يحتفظ يحتفظ بالسهم لمده اطول، ولكن جني الارباح ونستنى ندخل من سعر افضل من كده. معانا سهم اسج، سهم اسج من القاعده هنا ال 144 دي 5، تمام نخليها 4 زاويه 180 90. حاليا باذن الله طول ما احنا فوق الترند الصاعد ده او فوق مستويات ال 18 70 رايحين ال 23 30 كهدف اول. طبعا لو رسمنا كده قناه سعريه هنلاقي ان احنا ماشيين ضمن القناه الصاعده، وهنتحرك جواها الفترة ممكن لحد ما نوصل لل 28. يعني نفضل بقى كده وهكذا لحد ما نصعد لل 28، دي نهاية الدورة السعرية. طبعا اختراق او كسر الترند الهابط ده اللي هو ترند القناة هنصحح للزاوية اللي بعد كده. يعني لو كسرنا مستويات ال 17 هننزل لل 14 60، تمام، وهنفضل ضمن الحركة دي. سهم انابيب من زاويه صفر اهو 270 مباشره 90. يبقى حاليا طول ما احنا فوق مستويات ال 10 70 اتوقع ان احنا هنستمر في الصعود لحد ال 22 80، هيكون من ضمن الاسهم المحترمه جدا. واتوقع يعني لو في هنا شكل هرمونيك كده بسيط لاخر فتره ممكن نعمل كده اهو، ده الاكس يعني يحصل لنا شكل هرمونيك كده، ونرجع للزاوية 90 مرة تانية عند العشرة 70، وهتكون فرصة ممتازة، وقف خسارة قليل، وتارجت تقريبا بنتكلم في 100% لحد ال 22 80، هتكون من ضمن الفرص القوية جدا. سهم انابيب، سهم بيت الرابغ، سهم بيت الرابغ يعني انا موصي عليه شراء من 11
يعني بنتكلم الحمد لله محققين تقريبا يعني القمة 180%، والسعر الحالي 150%. الحمد لله، مبروك للجميع. وده كان التحليل الأسبوعي، بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.